في فقرة غذاء ودواء حبينا نحكيوا على موضوع مهم جدا اللي هو دور الدسم لليبيد في التغذية تاعنا. الدسم ربما بزاف ناس يعني خلاص لو يعرفوا دوكا سكريات يعرفوا بروتينات بصح الدسم مازال ما على بالهمش سي كوا اكزاكتومون. بزاف ناس تخلط ما بين لو غرا ما بين الدهون ما بين مثلا المقليات وما بين لو بون غرا. انا اولهم حسبت لي كاع ما نش نهضر على الدسم. الطاوله الجميله اللي راهي معنا اليوم فيها مصادر تاع الدسم اللي بيان سور ننصحوا بها المرضى تاعنا ولا ننصحوا بها كامل الناس اللي بحيث انه لازم يدخلوا الدسم في لاليمونطاسيون تاعهم. حنا كي نحسبوا مثلا السعرات الحراريه اللي لازم يتناولها الانسان اي انسان في اليوم لازم 30% منها تجيه من طرف الدسم يعني 30% في العاده تكون ثابته والباقي يختلف على حسب بيان سور لي زوبجيكتيف تاعو اذا يحب يشيان ولا يحب يسمن بيان سور الاهداف تختلف ولكن 30% ثابته للشخص للفرد مهما كان كما نقولوا لوبجيكتيف تاعو لازم تكون يعني الفي بارتي من لاليمونطاسيون تاعنا. ماintenant نروحوا للدهون الغير المشبعه واللي هي اللي يحتاجها الجسم بشكل كبير ويحتاجها كذلك في التغذيه تاعو. هنا عندنا مثلا قولي لي باش نبداو هند قولي لي انت على ليمون نبداو اي نبداو من السردين نبداو من السردين. هنا عندنا نوعين من الاسماك الدهنيه نعيط لهم لي بواسون غرا عندنا لو سومون وعندنا السردين. بزاف ناس اللي يقول لك سومون وي راهو غالي لازم نعرفوا انه السومون غالي لانه ما يصادش يعني المحيط ديالو ما كاش في الميديتراني المكان ديالو فوالا ما كاش في البحر المتوسط يعني نستوردو على بها نلقاوها غالي ولكن السردين كاين في البحر المتوسط على الرغم من انه من داك يكون غالي شويه نلقاوه غالي حتى هو ولكن السردين يقدر يكون مصدر لو بون غرا للدهون الجيده تقدروا تتناولوه من 150 الى 200 غرام في اليوم ويكون بيان سور دائما نحكوا على لو مود دو كويسون ولا على طريقه الطهي تكون صحيه. كذلك عندنا البيض اللي يعتبر كذلك مصدر رائع للبروتينات وللدهون كذلك وماشي فقط البروتينات والدهون. البيض من افضل الاغذيه لانها تحتوي على عده فيتامينات وعده معادن خاصه كنا حكينا على دور الدسم. الدسم تدخل في امتصاص الفيتامينات الدهنيه الفيتامين ا او ك دي يعني سواء صفار البيض ولا بياض البيض في زوج واكثر شيء في صفار البيض يعني لي كاين سيتو في صفار البيض كاين واحد الفكره مرسله دي زيد ريسو اللي يقول لك باللي البيض ماشي مليح سيتو صفار البيض ماشي مليح لصحاب اللي عندهم كوليسترول طالع ماذا بيك تفهميهم باللي ماشي تري بيان. لازم نعرفوا انه البيض يحتوي على قلنا بروتينات يحتوي على كذلك دسم وخاصه صفار البيض دونك يحتوي فعلا على نسبه دهون كبيره ولكن دائما حنا ننصحوا الشخص البالغ ما يتجاوزش 3 حبات بيضات كامله في اليوم يعني اليوتيوب اللي ماشي ممنوع كاين اللي منعين على ماشي ممنوع لا لا ماشي ممنوع البيض منعا باتا ولكن حنا كنا حكينا انه الدسم سي دي زاليمون كالوريك يعني فيهم سعرات حراريه كبيره يعني انت بالك تاكل حبه بيض ما تبانلكش تبانلك حاجه صغيره ولكن فيها سعرات حراريه بزاف فبالتالي خاصه اذا تناولنا البيض الكامل يعني فيه كميه كبيره من صفار البيض راح رانا اوني اون تران دو مونجي يعني دي كالوري معمرين بزاف يعني ناكلوا غذاء صغير وفيه كالوري سعرات حراريه بزاف فبالتالي بالنسبه للفرد البالغ دكتور حوشين عندك 3 حبات بيضات كاملين يقدر اذا حب يزيد بياض البيض معه ولكن ماشي ممنوع بالعكس كنا حكينا انه البيض ما بين افضل الاغذيه لانها تحتوي على فيتامينات اللي تمتص عن طريق الدهون وفيها الدهون اللازمه للامتصاص على بها ما بين افضل الاغذيه اللي تقدروا تعتمدوه ايا كان يعني السن ديالكم ولا تقدروا تعتمدوه. عندنا كذلك نلقاو الدهون الجيده في المكسرات على بالي مصباح وانت راكي تشوفي فيهم في المكسرات سواء لينوا سواء يعني الجوز هذاك الكبير اللوز كذلك غني بالدهون الجيده وغني كذلك بمضادات الاكسده يقدروا بيان سور لازم ننوهوا على انه ما لازمش ناكلوهم ملحين يعني كيكونوا ملحين على الاقل ماشي كل يوم فكيكونوا ملحين بزاف يعني راح يسبوا لنا مشاكل صحيه خاصه بالنسبه اللي يعانوا من مشاكل صحيه كما ضغط الدم كذلك راح يقدر يسبب لنا احتباس في السوائل فبالتالي نحاولوا ان ناكلوهم غير مملحين تقريبا الكميه اللي ننصحوا بها في لا كولاسيون يعني ناكلوهم ككولاسيون تقريبا هي حفنه يعني حفنه تعليب ما بين المصادر كنا حكينا على مصادر الدسم دونك قلنا المصادر النباتيه على غرار زيت الزيتون. زيت الزيتون من افضل المصادر الدهون الغير المشبعه يعني نقدروا نتناولوه. زيت الزيتون فقط لازم نحرصوا على انه يعني
كي نطيبوا به مثلا نقدروا نطيبوا به، ربما هين بزاف ناس تشتاق. جوستومون انا خديت فكره، قالوا لي كي زيت زيتون تحطيه يتقلى يدوفيان توكسيك. فوالا فوالا، لازم نعرفوا انه زيت زيتون نقدروا نطيبوا به، نقدروا نقليوا به، ولكن لازم ننتبهوا لدرجه الحرارة. فوالا لو فو اللي نستعملوه لازم يكون ان فو دو اموايا، ما نخلوش الزيت يغلي يلحق لدرجه التدخين، كي يدخن كي نقولوا الزيت راه يدخن سي لو بوين دو فيمي، وفي هذاك لو بوين اللي الزيت تولي مضره للصحه. حتى الزيت الصناعيه، الزيت الصناعي لازم نعرفوا هي زيوت نباتيه بصح ماشي زيت زيتون، زيت النخيل ولا زيت الذره، واللي صارت لها عمليه تحت درجه وين ولات تقاوم درجه الحراره المرتفعه، لما نقدروا نقليو بها. ولكن حتى الزيوت يعني الصناعيه لو كانت تلحق لو بوان دو فيمي تاعها راح تولي فريت باغ اكزومبل، فوالا راح تولي مضره للصحه، بحيث انه الدهون الجيده ولا الجود فات اللي رانا نحكوا عليهم بالعكس هي اللي راح تحسن من مستويات الكوليسترول، خاصه لو موفي كوليسترول اللي حكى عليه. لازم نعرفوا انه المشاكل تاع الكوليسترول في يعني في الجسم تاعنا السبب تاعها بشكل الاساسي السكريات والدهون المشبعه اللي كنا حكينا عليهم اللي تتواجد في اللحوم الحيوانيه بزاف. صح غنميه باسكو هذه نوسيون صح يديروا لهم بروبليم دو كوليسترول، دهون اللحم الغنمي مثلا فيه اكثر دهون مشبعه.